طقس صيفي معتدل يوم الجمعة وأجواء لطيفة ليلا في معظم مناطق المملكة وارتفاع طفيف على درجات الحرارة يومي السبت والأحد، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات مساء الخير. إذن تبقى الأجواء لطيفة صيفية في معظم مناطق المملكة، وكما نشاهد هنا من خرائط درجات الحرارة الواردة لدينا في مركز طقس العرب. يوم الخميس كانت الأجواء لطيفة وأيضا تبقى على هذا الحال يوم الجمعة وحتى يوم السبت، إلى أن تبدأ يوم السبت تدريجيا بالارتفاع كما نشاهد من الخرائط خلال ساعات النهار، ويكون هنالك ارتفاع طفيف أيضا على درجات الحرارة يوم الأحد بمشيئة الله. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم لهذه الليلة في العاصمة عمان، حيث تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 20 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 16 كيلومتر في الساعة. أما في ثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة والسبت والأحد، درجات الحرارة في العاصمة عمان صافية تتراوح ما بين 28 إلى 30 درجة مئوية، وليلا تبقى ما بين 20 إلى 21 درجة في ساعات الليل. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها من إربد 31 إلى 21 ليلا، مفرط 32 إلى 19 ليلا، جرش 31 إلى 20 في ساعات الليل، وعجلون من 29 إلى 18 درجة في ساعات المساء. عمان 28 إلى 20 في الزرقاء، 32 إلى 21 البلقاء، 29 إلى 20 درجة مئوية مادبة، 28 إلى 20 أجواء حارة في البحر الميت، 38 إلى 27 درجة في ساعات الليل. جنوبا في الكرك 29 إلى 19 طفيلة، 28 إلى 18 ليلا، معان 33 إلى 19 درجة مئوية، في جبال الشرى 27 إلى 16، وفي العقبة 38 إلى 28 درجة في ساعات الليل. في المناطق الشرقية رويشت 37 إلى 23، في الصفاوي 37 إلى 22، وأخيرا في الأزرق 36 إلى 22 درجة في ساعات الليل. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.